السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. هل البربر هم سكان المغرب الأصليون؟ كيف تطورت اللهجة المغربية وما مميزاتها؟ ما التغيرات الصوتية التي حدثت في اللهجة المغربية؟ سنناقش ذلك في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية في شمال إفريقيا الجزء الثاني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في شمال إفريقيا الجزء الثاني. نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا مشاهدينا بضيفنا عبر سكايب من المغرب، الدكتور عبد الكبير الحسني، أستاذ اللسانيات العربية بجامعة السلطان المولى سليمان. حياكم الله ومرحبا بكم دكتور. ألف مرحبا أستاذي الفاضل، ألف مرحبا. حياك. إذن نبدأ دكتور حمدي منك، حدثنا بدءا متفضلا عن سكان شمالي المغرب الأقصى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد. في الحقيقة الأماكن مثل هذه المناطق لم يكن السكان فيها من جنس واحد، وإنما تعاقب عليها كثير من الأجناس المختلفة، بدءا من البربر ثم من أتى بعدهم، وإلى أن وصلنا إلى الفتح الإسلامي وأتى العرب، ثم بعد ذلك كان في احتلال لهذه المناطق الإسلامية من غير المسلمين، من أسبانيا، من البرتغال، من غير ذلك. فلذا هذه المنطقة تعاقب عليها أناس كثيرون، لكن السكان الأصليين الذين كانوا في بادئ الأمر كانوا من البربر. نعم. ولذا كل من أتى بعد ذلك، وخاصة بعد الفتح الإسلامي، حدث تزاوج بين المسلمين وأهل هذه المنطقة الذين دخلوا في الإسلام، حتى صاروا وشيجة واحدة أو كتلة واحدة لا تستطيع أن تفرق بين بربري وعربي. صاروا مسلمين وحدث التماذج والتزاوج، فلذا لا توجد حتى في كل بقاع العالم الذي يحدث فيه تناوب في ودخول كثير من الأجناس المختلفة، لا يوجد جنس واحد فقط في منطقة ما، وإنما تجد هذا الجنس خليط من عدة أجناس مختلفة، وهذا بالتالي يؤثر في علاقات التأثير والتأثر بينهما في اللغة وفي الأمور الاجتماعية. يؤثر في الأمور الاجتماعية، في الأمور اللغوية، وهو مجالنا أصلا، بأن اللغة العربية عندما دخلت تأثرت وأثرت في اللغة التي كانت تتكلم في هذه المنطقة. نعم. والحقيقة عندما نقول أجناس مختلفة، لا نتكلم على الفصل بين جنس وجنس، وإنما نتكلم على الجانب التاريخي في المناطق المختلفة الموجودة في شمال إفريقيا. صحيح. نعم. إذن من هنا دكتور عبد الكبير، حدثنا متفضلا بدءاً عن اللهجة المغربية، ما الذي تمتاز به هذه اللهجة، قواعد هذه اللهجة، تفضل. طبعا يعني بعد يعني عطفا على ما قاله الأستاذ، يعني بعد الفتح الإسلامي وبعد دخول يعني العرب إلى منطقة شمال إفريقيا، طبعا يعني أنتج الأمر يعني نسيجا لغويا، وأن هذا النسيج اللغوي امتاز بمجموعة من الخصائص ومجموعة من المقومات. طبعا من بوادري ومن حسنات الاحتكاك الاجتماعي هو أنه لا يكون اجتماعيا فقط، بل يتحول إلى احتكاك ثقافي وإلى احتكاك لغوي. وبما أنه ما يهمنا الآن هو الحديث عن اللهجة المغربية من خلال هذا الاحتكاك، فطبعا هناك مجموعة من الخصائص ومجموعة من المميزات التي امتازت بها اللهجة المغربية كباقي اللهجات يعني الأخرى في العالم العربي. هناك خصائص مميزة يعني تميزت بها بشكل دقيق جدا،
وهي أنه إذا كانت العربية المعيار، يعني تحدد يعني قوام النسيج اللغوي بناء على الحركات الإعرابية، فإن اللهجة المغربية قد تخلت يعني بشكل ربما كامل عن الحركات الإعرابية، فهي لا تحقق أواخر الكلمة بأي شكل من الأشكال. ثم هناك بعض الخصائص الأخرى التي هي طبعا جاءت بمثابة ثورة على اللغة العربية المعيار. فإذا كانت مثلا العربية المعيار تقول بالقاعدة العامة لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، فإن اللهجة المغربية يعني بدأت تبدأ بالساكن. تدخل مجال، يعني مجال أنها شكلت ثورة على اعتبار أنها بدأت تبدأ بالساكن. فمثلا نقول في المغرب بقى في الدار، نعس بالليل، بنات الدوار، إلى آخره إلى آخره. إلى جانب هذا الاحتكاك يعني باللغة العربية المعيار، هناك احتكاك آخر باللغات الأوروبية، لأن الموقع الاستراتيجي يعني لشمال إفريقيا وتحديدا للمغرب يعني دفع إلى بلورة يعني احتكاك آخر من نوع آخر، وهو الاحتكاك اللغوي. وهذا الاحتكاك اللغوي نتج عنه ما يسمى بنوع من التداخل ونوع من التمازج، إلى درجة أن الدارجة المغربية عندما تريد أن تعبر مثلا عن رجل وعن امرأة تقول مثلا رجل واحد وامرأة واحدة، قياسا على مثلا النوم اون فام. ثم هناك احتكاك آخر باللغة الأمازيغية، وهذا بالضبط. الاحتكاك يعني هو باد في المغرب بشكل قوي جدا، لأنه إذا كانت الأمازيغية يعني تتحدث في بعض المجردات المعنوية، فإنها تبدأ الكلمة بالتاء قياسا على تنصرانيات مثلا، تمغربيات، يعني تنصرانيات إحالة على النصرانية، وتمغربيات إحالة على المغربية. وهذه الجموع هي غير موجودة في العربية العربية. المعيار، ولكنها جاءت بناء على احتكاك بين العربية وبين الأمازيغية في المغرب. ثم هناك بعض النقاط الأخرى المرتبطة ببعض الجموع، مثلا عندما تقول مثلا خضيد، مثلا عندما نريد أن نعبر عن بعض الألوان عفوا، فإننا نعبر مثلا عن الأخضر وعن الأحمر بخضيدير وحميمير، وخضيدر وحميمر في إحالة على الأخضر وإحالة كذلك على تصغير هذا. الأحمر، وهي من الجموع التي يستعملها مثلا السكان هنا بالمغرب بشكل كبير جدا في احتكاك مباشر باللغة الأمازيغية. أيضا لغات أخرى كالتركية، هل هناك تأثر وتأثير؟ أكيد أكيد هناك تأثر باللغة التركية بشكل كبير جدا. فالمعلوم أن اللغة التركية يعني عندما تريد أن تنسب فإنها تنسب بما يسمى في اللسانيات باللاصقة جي. فمثلا يمكن نحن في المغرب أصبحنا ننسب القهوة إلى قهوجي، والعربي عربجي إلى آخره. وبالتالي فهذا ناتج عن هذا الاحتكاك، وناتج عن هذا التداخل، وناتج كذلك عن المستويات اللغوية التي لم تعد يعني بمستويات يعني خالصة 100%، بل أصبحت يعني متحولة. وهذا التحول يعني أثر على اللهجة بشكل كبير جدا في صح. المغرب، لدرجة أنه كثير أو خليط أو نسيج لغوي نعم. بدأ يظهر، وبدأت معالمه كذلك تظهر على مستوى التداول اليومي في طيب. المغرب. سنستفيد أكثر أيضا دكتور عبد الكبير، ولكن هنا الآن لندخل إلى التغيرات الصوتية دكتور حمدي. فلنبدأ بالأحرف، مثلا الهمزة، الباء، التاء، الثاء، حرف الذال والظاء والجيم أيضا في لهجة شمالي المغرب يعني. نعم تفضل. من المعلوم بأن التغيرات الصوتية موجودة يعني موجودة منذ اللهجات العربية القديمة التي كان يحدث فيها إبدال، جعل حرف مكان آخر كما يعبرون عن ذلك مطلقا، وجعلوا الإبدال من سنن العرب. فكذلك نجد في اللهجات لهجة شمالي المغرب أو في اللهجات الحديثة عامة نجد الإبدال كثيرا في الأصوات العربية.
يعني الهمزة بيحدث فيها إما حذف أو تسهيل أو إبدال، كما هنا في اللهجة نجد الهمزة يحدث فيها يعني في أول الكلمة يحذفونها، زارت المرأة، معذرة التراب الكبير في نطقي، سيلفظها بصورتها الحقيقية. نعم، لكن أنا سأقول القاعدة. القاعدة نعم، الأمثلة نعم. نعم، الحذف في أول الكلمة يبدلونها حرفا مشابها لما بعدها، المم اللي هو في أم العين يعني تبدل الهمزة إلى ميم. نعم، يبدلونها عينا في مثل العنبوب، بدل والهمزة عين هذا موجود عند القدماء في اللهجات، صحيح في اللهجات العربية القديمة موجود عن التميم. ونحن في بعض الكلمات في لهجاتنا في مصر اسعل فلان، اسعل حتى في مصر. نعم، اسعلوا بدل اسألوا، اسأل بدل اسأل يقول اسعل. فهذه مأخوذة من القبائل التميمية، اللي هو وإن كانت في أن وتصير عن أو أن عنا، إن أعطيناك وانطي. نعم، لكن في اللهجة توسعت اللهجة في إبدال الهمزة عينا، والإبدال بين الهمزة والعين طبعا من الأمور المقبولة صوتيا، لأن الهمزة والعين من مخرجين متقاربين ويجوز الإبدال بينهما. كذلك يبدلونها واوا، وخر وخر، ودن، ونحن ننطقها كذلك عندنا في اللهجة في مصر، ودن، صحيح، ودنو، إبدال الهمزة واو، واو موجود. يبدلون الهمزة أيضا ياء، ليبر في الإبرة، اليمس في الأمس، في وسط الكلمة في اسم الفاعل موجود عندنا موضوع قايل، نايم، مثل هذه الأمور دي، براس، فاس، إلى آخره موجود. لكن عندهم أيضا يحذفون في مثل مدب مع إشمام الواو بين الميم والدال، مودب، يحذفون الهمزة مع الإشمام، مع الإشمام. والإشمام معروف ظاهرة صوتية قديمة، اللي هو مط الشفتين إلى الأمام دون النطق النطق بالضمة، لإشعار المشاهد بأن فيه ضمة في هذا بعد هذا الصوت يعني. نعم، ايضا الباء تقلب ميما، والقلب بين الباء والميم لانه من مخرج واحد، هذا جائز عندنا مكة وبكة، فالبنات مخر وبنات بخر. التاء تقلب عندنا، التاء والدال والطاء من مخرج واحد، ولذا يجوز الإبدال بينهن. فعندما تقلب اللهجة التاء دالا، ديك الدار يعني تيك، بدل تيك تقول ديك. هذا يعني صحيح من الناحية اللغوية، صحيح. نعم، ولكن المغاربة مشهورون دكتور بقلب الثاء إلى تاء، يكثر فيك في كلام الثاء تاء موجود ليس في المغرب فقط، عندنا في مصر نقلب الثاء تاء والثاء سينا، وموجود أيضا في أغلب اللهجات العربية غالبا هكذا، في الشمال الإفريقي. الحروف الأصوات الأسنانية عامة أو ما بين الأسنان، الثاء والذال والظاء، ضاعت ولم تبقى موجودة. الثاء تصير تاء أو تصير سينا، الذال تصير دالا أو تصير زايا، وأيضا تزيد عليها اللهجة هنا طاء. طيب، الظاء ضاء وضادا، الجيم في الجيم الشامية، الجيم القاهرية، جيم، زاي، دال، عين، ياء. والياء هذه لهجة عربية قديمة، شجرة، شيرة، شجرة، شيرة، هذه قديمة. والعجلة يعني موضوع إبدال الجيم والياء من بعضهم البعض، هذا موجود عربي موجود قديم. نعم، يعني صحيح. نعم، إذن من هنا استكمالا لذلك دكتور عبد الكبير، حدثنا عن تغييرات صوتية أخرى في اللهجة المغربية، مثلا في أحرف الحاء والخاء والدال والراء والسين. بداية يعني عندما نتحدث عن التغيرات الصوتية يجب أن نضع هذا الأمر يعني في سياقه اللغوي وفي سياقه اللساني بالضبط. طبعا التغيرات هي تغيرات يعني يمكن الحكم عليها بشكل واضح أنها تغيرات نسقية يقبلها النسق بالنظر إلى اللغة بالنظر إلى مقومات اللغة العربية المعيار. لأنه عندما تحدث العرب عن الإبدال وتحدث العرب عن الإعلال في تأسيسهم للدرس الصرفي العربي، فكان ذلك من باب الترخيص كما نسميه نحن في اللسانيات، بمعنى أن ما ينطبق على العربية المعيار انطبق بشكل أو بآخر
على اللهجة المغربية حتى في الدرس الصوتي. عفوا دكتور عبد الكبير، خصوصا في الأحرف التي تقترب يعني مخارجها بعضها من بعض أو صفاتها تتشابه، يعني موجود هذا؟ نعم أكيد، لأنه في بعض الأحيان نجد مثلا أن الحاء يعني يبدلونها عينان، مثلا عكا وأصلها يعني حكا، وهي ظاهرة يعني موجودة أصلا في اللغة العربية، تسمى أصلا بالفحفحة، وقد يعني هي موجودة في الكتب وموجودة كذلك في القراءات القرآنية. ثم الحاء عندما تقلب يعني في اللهجة المغربية هاء، فنقول مثلا في المغربية المهور في إحالة إلى المحور، وهو في العربية يحيل على إناء البول، ثم يقال لحمون ولهمون، ثم يقال حمون وهمون، وهو محموم ومهموم. ثم هناك كذلك الخاء التي تقلب في اللهجة المغربية إلى الجيم وإلى الحاء وإلى الكاف، وهو إبدال كما قلت لكم أنه نسقي وأنه ينسجم مع خصائص اللغة العربية ومع خصائص اللهجة المغربية. ورد كما أشرتم دكتور في لغة هذيل حتى في قوله تعالى حتى حين، أعتقد وردت في قراءة حتى عين أو نعم نعم تماما. وبالتالي فهذا يضيف يعني يضيف دليلا على أن التغيرات التي تقع يعني في اللهجة المغربية هي تغيرات نسقية بالدرجة الأولى، ويقبلها كذا كما قلت لكم يقبلها النسق بشكل كبير جدا. وهناك كذلك ظاهرة أخرى، وهي عندما يعني تقلب الخاء حاء، مثلا حشين بدلا من خشين، وهو إبدال موجود كذلك في اللغة. ثم تقلب كافا في قولهم كربش، وهي موجودة في اللغة العربية المغربية في مقابل خربش. ثم تقلب دالا، تقلب الدال عفوا ضادا وطاء، ثم تقول مثلا خديديع في إحالة إلى الخديع، ثم الضب في إحالة إلى الضب، ثم الدوخ في إحالة إلى الدوخة، فنقول مثلا داخة في إحالة مباشرة على الكلمة العربية وهي الدوخة. لذلك فالنسق الذي نتحدث عنه هو موجود قياسا على ما هو موجود في اللغة العربية المعيار. أيضا أحرف الصفير دكتور، السين والصاد والزاي، هذه أحرف الصفير أيضا متقاربة في المخرج. نعم، على اعتبار أنه هناك مثلا الراء مثلا عندما تقلب زايا في اللهجة المغربية، فنقول مثلا حنفور وأصلها حنفورة، وهي كذلك موجودة في اللغة أو في اللهجة العربية. ثم هناك السين كما قلت التي تقلب زايا، فمثلا نقول زابق مثلا في تسابقة، والدابز مثلا تدابس، وهذا موجود سطم وأصلها سطما. إذن فنلاحظ على أنه هناك يعني الكثير من التغيرات النسقية التي يعني تقع في اللهجة المغربية، وهذه التغيرات صحيح. كما قلت لكم أنها علمية بالدرجة الأولى، وهي يمنحها النسق على اعتبار أنها تراخيص تمنح بشكل أو بآخر إلى متكلمي اللهجة المغربية. نعم، مثل السين في الصراط والصراط والزراط. نعم، هكذا الصراط والصراط تماماً. نعم. تماماً. نعم صحيح. إذن فلنتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع الشاعر المغربي محمد الحلوي، وهو صاحب معجم الفصحى في العامية المغربية. محمد الحلوي شاعر مغربي ولد بفاس سنة 2290 وتوفي بتطوان سنة 2000 عن عمر ناهز 82 سنة. عرف الحلوي بمحافظته على النظام الإيقاعي التقليدي للشعر وحسه الوطني. أصدر ديوان أصداء وأنغام ومعجم الفصحى في العامية المغربية. قال الحلوي: أهل وآلاف العيون دوامع، ولاح وفي كل القلوب فواجع، رأته عيون وهي سكرى قريحة،
فلم يبدو إلا كالدجى وهو ساطع. أطل ولما يمسح الشرق دمعه، ولما يضمد جرحه وهو راكع. ترامت به أيدي الخطوب وعوقت مسيرته بين الشعوب الزوابع. وسار بنوه في متاهة فرقة رجالاً ضعافاً أفسدتها المطامع. تعادوا وخاضوا في دماء شعوبهم كأن لم تكن قربا ولا ثم جامع. فيا أمة ما أيقظتها هزائم، توالت ولم تنهض بنيها روافع. إذا المجد لم يدعم بأيد تشده، وبالدم يسقي غرسه فهو ضائع. تحدثني نفسي وبعض حديثها يقين بأن الفجر آت وساطع، وأن المآسي سوف تصبح فرحة تضاء لها في الخافقين الصوامع. فزعت إلى شعري وبي شبه رجفة، وإعصار يأس عبر قلبي يصارع. أطير إلى دنياه وهي رحيبة، وأسبح في تياره وهو رائع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد بعد فاصل ديوان العرب، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: اللغة العربية في شمال إفريقيا الجزء الثاني. استكمالا دكتور حمدي، إذن ما زلنا في التغيرات الصوتية، هناك أيضا أصوات الزاي والشين والصاد والضاد والطاء في اللهجة المغربية، قد ذكر بعضها أيضا قبل قليل. نعم. دكتور نعم. نعم تفضل. في الحقيقة الإبدال على عمومه موجود في اللهجة، سواء أكان بين الأصوات التي هي من مخرج واحد مختلفة في الصفة، أو كانت متقاربة في المخرج أو في الصفة، لكن وجد فيه إبدال بين أصوات بعيدة في المخرج أو بعيدة في الصفة، وخاصة البعد في المخرج. طبعا علماؤنا القدماء، أنا أذكر هذه الأصوات، يعني إزاي تبدل جيما أو تقلب جيما وتقلب سينا، يعني الزاي والسين مقبولان لأنهم مخرج واحد مع اختلاف ما في بعض الصفات، لكن مع الجيم في بعد في المخرج نوعا ما، يعني هذا الشين سين، الصاد تاء جيم زاي، الصاد المشمى زايا، والصاد المشمى زايا مثل الزراطة موجودة، موجود عربية قديمة. والسين والصاد معروف من مخرج واحد، والزاي من مخرج واحد، يقلبون. لكن موضوع الجيم، موضوع التاء، هذه اللي فيها كلام، ابتعدت. صح. نعم. الضاد يقلبونها دالا أو ضاء، يعني ربما أدخلوا الضاد الآن في النطق المعاصر مع الأصوات اللثوية. صحيح. بخلاف نطقها القديم. الطاء تاء وهذا مقبول، الطاء قاف هذا فيه كلام عند من الجمهور من أو أكثر اللغويين من البصريين والكوفيين يقولون بالإبدال بين الأصوات، سواء كانت متقاربة في المخرج أم كانت متباعدة، إلا أبا علي الفارسي وتلميذه ابن جني وتابعهما ابن سيدة ومن سار سيرة هؤلاء العلماء، يعني يمنعان ذلك أو يمنعون ذلك، ويشترطون في الإبدال أن يكون الصوتان من مخرج واحد أو من مخرجين متقاربين، أو في تقارب بين الصوتين في إما في المخرج أو في الصفة. في الصفة. يعني مثلا أذكر نصا لابن جني وهو يعلق على قول حثحثو في قوله تأبط شرا، يقول إنه أراد حثاثو فأبدل من الثاء الوسطى حاء فمردود عندنا. عندنا يعني عند ابن جني، وطبعا هو تابع لشيخه أبي علي الفارسي. لبعد المخرج بينهما، يعني الحاء والثاء في بعد. صح. في بعد مخرج. صح. يعني. صحيح. نعم. يعني ما بين الأسنان والحلق بعيد، وحتى في الصفة هذا مهموس وهذا في جهر، فحثه شخص سكت. يعني فيه. نعم نعم فيه تقارب. نعم. نعم في الصفة. لا في بعض الصفات فيه اختلاف في بعض. صحيح. الصفات. صحيح. نعم.
وإنما ذهب إلى هذا البغداديون، يقصد الكوفيين يعني، وأبو بكر بن السراج معهم أيضا. وسألت أبا علي على فساده فقال العلة في فساده أن أصل القلب في الحروف إنما هو فيما تقارب منها، وذلك الدال والطاء والتاء والذال والضاء والثاء والهاء والهمزة والميم والنون وغير ذلك مما تدانت مخارجه. فأما الحاء فبعيدة من الثاء، وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها. وتابع ابن سيدة الأندلسي ابن جني وشيخه يقول أما ما كان جاريا على ما قيس الإبدال التي أبنت فهو الذي يسمى إبدالا، وذلك إبدال العين من الهمزة والهمزة من العين والهاء من الحاء والحاء من الهاء والقاف من الكاف والكاف من القاف والفاء من الثاء والثاء من الفاء والباء من الميم والميم من الباء. فأما ما لم يتقارب مخرجاه البتة فقيل على حرفين غير متقاربين فلا يسمى بدلا، وذلك كإبدال حرف من حروف الفم من حرف من حروف الحلق. عندهم لا يجوز الإبدال في تباعد المخرج، ويردون أن هذه كلمة قائمة بذاتها أو على أصلها، هذه أصل وهذه الكلمة أصل آخر، وإن تقاربا في المعنى أو كان بمعنى واحد. إذن لكي ننتهي من الجانب الصوتي دكتور عبد الكبير، حدثنا أيضا إذا كانت هناك ما تبقى يعني من التغيرات الصوتية لبقية الأصوات، تفضل. طبعا هناك الكثير يعني من التغيرات التي تطرأ في اللهجة وفي اللغة المغربية. هنا سأركز يعني على بعض الحروف التي تتغير بشكل أو بآخر. مثلا عندما نقلب العين حاء، مثلا في المغرب نقول سحتر وأصلها أصحتر. ثم هناك كذلك قلب آخر بالنسبة للغين، عندما تقلب حاء فنقول مرحد وأصلها مرغد. ما يثبت هذا الأمر هو ما يعني ورد على لسان أبو طيب عندما أكد أن الحضرمة والغدرمة هي كثرة الكلام، يقال قد حدرم في كلامه وهو يحدرم وغدرم وهو يغدرم إذا أكثر وخلط. وبالتالي فنعود مرة أخرى، وعفوا في هذا السياق أيضا تقولون في المغرب الهذرة أو يعني كثير الكلام. نعم لها أصل فصيح، إذا معنى كثر كلامه. والمهذار في العربية هو كثير الكلام يعني. هو كثير الكلام. لكنني أريد فقط أن أعود بكم إلى مسألة أساسية، وهي أنني أريد أن أقف عند حرف القاف بشكلين يعني مفصل إذا سمحتم لي. تفضل. القاف في اللهجة المغربية يعني من الحروف التي يعني يقع فيها يعني تغيرات كثيرة، ولكن ما يهم هو أن هذه التغيرات تخضع إلى المناطق الجغرافية المنتشرة في المغرب. مثلا في وسط المغرب تقلب يعني نقول قال عوض قال، نقول قال. وفي منطقة تطوان نقول قال قال. وفي منطقة فاس يعني في منطقة فاس والنواحي نقول آل آل هكذا. بمعنى أن هناك يعني تغيرات صوتية بالنسبة لهذا الحرف تخضع إلى طبيعة المنطقة الجغرافية التي بطبيعة الحال يتكلمها أهل المغرب. ثم هناك حرفون يعني من الحروف التي يقع فيها القلب، هي عندما نقلب الفاء ياء، فعوض أن نقول فبراير نقول يبراير يبراير شهر. نعم. وهذا إبدال يجوز عند كثير من اللغويين، ولكن أنكره الفارسي وابن جني وابن سيدة، ولكن عند العموم فإنهم قالوا به وأجازوا. طيب. ثم عندما تقلب خاء في قولهم مثلا خور له عينه، خور له عينه بمعنى أن بمعنى الإحالة مباشرة في العربية على قور له عينه بمعنى من المعاني. صحيح، والأمثلة كثيرة يعني في ذلك. أمثلة كثيرة جدا يعني. نعم. ربما أن الوقت لا يسع لذكر جميع هذه، ولكن الأساس هو أنه
ما ينطبق على العربية المعيار ينطبق كذلك على اللغة المغربية بشكل من الأشكال. نعم، في آخر شيء في الجانب الصوتي دكتور حمدي، الحركات في شمالي المغرب تفضل. نعم. باختصار. نعم، كما حدث إبدال في الأصوات الصامتة يحدث فيه تناوب في الحركات، سواء كانت قصيرة وهي الشائعة، القصيرة الفتحة الكسر الضمة، مع السكون أيضا. يعني مثلا ما كان مفتوحا ممكن يكسرونه أو يسكنونه أو يضمونه، البدو مثلا في البدء، بدلو في أو البدوي في البدوي، كسر الباء يعني بدل الفتحة، خاصم في تخاصمة. نعم، يسكنونه الصدق في الصدقة، الشجرة في الشجرة، وهم يضمونه أيضا مثل آخر في آخر، في آخر. نعم، ما جاء مكسورا وهم يفتحونه. طبعا التبادل بين الكسرة والضمة هذا عربي فصيح معروف، لأن الكسرة والضمة من الحركات الضيقة، لكن أن يحدث التبادل بين الحركة ضيقة والحركة المتسعة للفتحة، هذا يعني لم يكن في العربية تسعة، مع أنها أخف الحركات. أتكلم في الجانب الصوتي، في الصوتي. نعم، تكون، ولذا تجد في الجانب نهاية الأبيات تجد ممكن ياء صحيح قبل، نعم، وأواو، يحدث تبادل بينهما. فالحركة الطويلة اللي هو الكسرة سواء كانت قصيرة أم طويلة، والضمة سواء كانت قصيرة أم طويلة، يحدث تبادل بينهما في العربية الفصحى، لكن لا يحدث تبادل بين الكسرة أو الضمة والفتحة، لأن الفتحة حركة متسعة سواء كانت الفتحة قصيرة أم طويلة. لكن في اللهجة بيحدث اتساع في أمور التناوب، ما جاء مكسورا يفتحونه أو يضمونه، فيما جاء مضموما وهم يكسرونه أو يفتحونه، وهو كثير أيضا من الأمور العربية التي هي تمثل بعض اللهجات العربية التي كانت تنطق الإمالة. الإمالة، نعم. نعم، الإمالة موجودة في بعض المناطق في شمالي المغرب، وهذه الإمالة عربية من اللهجات العربية المعروفة القديمة، يعني فشاعت في القديم، ومن أشهر هذه القبائل تميم وأسد وطيء وبكر بن وائل وعبد القيس وتغلب. وحتى القراءة في المغرب ورش، في ورش تقليل، في يعني بين بين يعني ليست إمالة كبرى، ليست إمالة، نعم، كبرى، وإنما صح، إمالة صغرى أو بين بين أو ما يسمى بالتقليل. من هنا نعم دكتور، لم يتبقى من الوقت إلا القليل، دكتور عبد الكبير، حدثنا أيضا عن الفعل وحالاته في اللهجة المغربية، تفضل. بالنسبة إذا تحولنا من الأصوات والحروف للحديث عن الفعل، يعني هناك يعني ظاهرة يعني أعتبرها جميلة جدا في العربية المغربية، أن العربية المغربية تستعمل جميع الصيغ العشر المشتقة من الثلاثي، بمعنى أن أصل الاشتقاق في المغربية هو ثلاثي وأقل ذلك من الرباعي. قلت أن تستعمل جميع الصيغ ما عدا صيغة إفعل، بمعنى ترد في اللهجة المغربية صيغة فعل، فعل، فاعل، أفعل، تفاعل، تفاعل، انفعل، افتعل، افعل واستفعل. إذن جميع الصيغ تستعمل في العربية بشكل من الأشكال ما عدا كما قلت إفعل التي لا تستعمل، وهي أفعال يمكن أن نرصد بعض ملامحها بالحديث مثلا، فمثلا في فعل السالم نقول خرج، وفي المهموز مثلا نقول في الدارجة المغربية تنقول وخر، وأصلها أخر، بمعنى تقلب الهمزة إلى حرف آخر إذا كانت في أول الفعل، فنحن عادة ما نبدأ بالساكن في المغربية. ثم هناك حديث عن المهموز، عندما نقول مثلا سأل، فسأل في المغربية هي سال، ثم نقول مثلا بدأ بمعنى بدأ،
ونقول مثلا جاء بمعنى جاء، وبالتالي فنحن لا نحقق. ربما هذا أمر نابع من التراخيص التي تمنحها أو يمنحها لنا الجهاز الصوتي بشكل عام، ولكن في المغربية هناك هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الجنوح نحو عدم التحقيق في المحفوظ. ثم هناك مثلا عندما نتحدث عن المضاعف، مثلا كنقول في المغربية شد وفك في إحالة مباشرة على شديت وفكيت، بمعنى أن اللام تقلب عند الإسناد تاء، يعني عندما نسند فإنها تقلب تاء. ثم هناك المعتل، يعني بكل أنواعه، سواء تعلق الأمر بالمثال أو الأجوف أو الناقص، فهناك كذلك دائما هناك يعني في المثال نقول مثلا ورت وقع وجبت عليه. ثم هناك الأجوف كنقول بان وناب عليه وشاف إلى آخره، وفي الناقص كنقول مثلا بلا وبكى وبن إلى آخره إلى آخره. إذا فنلاحظ أن في جميع الأفعال التي تريد في المغربية، فهناك دوما التراخيص التي يمنحها لنا الجهاز الصوتي من أجل ماذا؟ من أجل أن نيسر عملية، أو إذا صح التعبير أن ننتفض على العربية المعيار بشكل من الأشكال، خصوصا على مستوى القواعد المنظمة للعربية المعيار. وبالتالي فهذه ثورة ناعمة، نسميها ثورة ناعمة، لأنه إذا كانت العربية تؤمن بالنسق وتؤمن بالقاعدة، فالعربية المغربية تثور عن النسق وتثور عن المعيار في أنها تمنح للمتكلم نسقا. هل هو اللهجات الأخرى أيضا العربية؟ نعم. إذا من هنا دكتور قلت لك حالها حال اللهجات الأخرى أيضا. تماما. من هنا دكتور حمدي بعد الفعل حدثنا عن الاسم وحالاته في اللهجة باختصار، تفضل. يعني يستخدمون الاسم بالنسبة للتذكير والتأنيث، يستخدمون أسماء للمذكر وأسماء للمؤنث، وفي أيضا يفرقون بين المذكر والمؤنث بالتاء كما كحال العربية. المفرد والجمع لا يوجد مثنى، وإنما يستخدمون يعني سابقة الكلمة جوج للتعبير عن التثنية. نعم، عن النطق بالجمع، يعني جوج زائد الجمع يعطي مثنى. نعم، بخلاف الشرق الليبي سنت. سنت في الشرق الليبي، هذا جوج في شمالي المغرب. جمع المذكر السالم طبعا يلزمونه الياء والنون، وبالمناسبة النطق بجمع المذكر السالم بالياء والنون في كل أحواله لهجة عربية قديمة. نعم، موجود في اللهجات العربية ما يلزمه الياء والنون دائما، مثل لغة القصر أيضا في المثنى. مثل نعم، وغالبا مرجعه إلى هذه اللهجات. نعم، جمع المؤنث السالم موجود، جمع التكسير بجموعه بأوزانه المختلفة موجود في اللهجة، التصغير وخاصة التصغير للدلالة على التفخيم أو التمليح أو التقليل موجود، يعني طعيم الدلالة على الطعام الوليمة للتفخيم، حرايم الحرامي حرايمي، التصغير حرامي. نعم التصغير. نعم، يسامحنا الدكتور عبد الكبير في النطق، أصبحت يعني تتحدث اللهجة المغربية دكتور. أنا تأثرت بالدكتور عبد الكبير. يعني نعم دكتور، للأسف يعني الآن انتهى الوقت دكتور عبد الكبير، نتجاوز في دقيقة لتذكر لنا يعني بعض الأمثال، نموذج من الأمثال في شمالي المغرب في أقل من دقيقة، تفضل. طبعا عندما نتحدث عن الأمثال، يعني في المغرب هناك الكثير من الأمثال التي يعني تريد على ألسنة متكلمي المغربية بالدرجة الأولى. هناك هذه الأمثال، يعني إذا سمحت لي يعني في أقل من دقيقة أن أرصد أن هذه الأمثال جاءت بناء على احتكاك مباشر ببعض الثقافات الأخرى، يعني بمعنى أن هناك مثلا عندما نقول عندنا في المغرب نقول انتف من 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 القنفود ولا يروح سالم، بمعنى تحتاج الى ترجمه دكتور. نعم ساترجم الامر. نتف هو ما ينتف من شعري ومن من الشعر ونحوه. مثل يضرب للحث على الاستفاده ولو من الشيء الذي تظن انا لا فائده منه، بمعنى يجب ان تاخذ من الشيء دون، يعني هو مثل يحيل على الربح اكثر ما يحيل على الخساره، يجب ان اخذ منك شيئا
دون أن أتركك مثلا تمشي, تمشي هكذا. ثم هناك مثال آخر أو مثال آخر يضرب في المغرب, هو شوف الرفيق قبل الصديق, تنقول الرفيق قبل الصديق. وهو مأخوذ عن يعني عن المثل العربي الرفيق قبل الطريق. ثم هناك بعض الأمثلة المولدة وهي نتيجة يعني الصلة التاريخية بين المغرب وبين باقي الشعوب الأخرى, ومن أبرز ذلك عندما نقول مثلا شرط في الفدان ولا الخسارة في النادر. وهنا عندما نقول الفدان فإحالة مباشرة على الزراعة, والخسارة إحالة مباشرة على العداوة بمعنى ما يقع بين الناس من عداوة, والنادر هو إحالة على الجرم, يعني يحال في العربية عليه على الجرم. ثم هناك مثلا أن هذا المثال يمكن أن يكون مشتركا مع بعض الأمثلة الأخرى أو الأمثال الأخرى, تحديدا من المصرية كما نقول لأول شرط يعني أخرى نور, والمثل السوري لأول شرط أخرى سلامة. طبعا يعني, وقبل أن أختم إذا سمحت لي يعني بجملة أخيرة, أن مسألة الحديث عن الـ عن الـ عن الـ الأمثال في المغربية والحديث عن الأفعال والحديث عن الصياغ وعن التغيرات الصوتية, فأنا أريد أن أؤكد يعني مسألة أساسية جدا, أن العربية المغربية يعني هي لغة نسقية بشكل من الأشكال, وهي قريبة جدا إلى العربية المعيار. فلاحظ معي, حتى لو كانت هذه الثورة هي ثورة كما سميتها ثورة ناعمة على العربية المعيار وعلى النسق العربي وعلى القواعد العربية, فحتى لو كانت ناعمة فإنها ظلت العربية المعيار يعني محافظة على النسق العربي بشكل من الأشكال. صح. حتى وإن تجاوزته فإنها ظلت يعني في بيته, وظلت في بيت العربية عفوا, وظلت من سكان العربية بشكل من الأشكال. جميل. إذن في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع, نشكر ضيفنا عبر سكايب من المغرب الدكتور عبد الكبير الحسني, أستاذ اللسانيات العربية بجامعة السلطان المولى سليمان. شكرا جزيلا لكم دكتور. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا, حياكم الله. أما الآن مشاهدينا الكرام, فنبقى مع وقفة قصيرة قبل البيان القرآني وفقرة من الذاكرة عنوانها هذا الأسبوع اللحن في العربية. هذا الصندوق لأبو صالح. العفو يا حضرة المحترم, هذا لا يجوز. عجيب, ماذا تقصد يا رجل؟ هل هذا الصندوق لك؟ نعم لي. اقرأ ما هو مكتوب عليه, لأبو صالح وأنا أبو صالح. خطأ, لحن فظيع يا سيدي. أرجوك أن تكتب عليه لأبي صالح. ماذا تفعل يا رجل؟ أخفي الكتابة المغلوطة فيها لأنها تؤذي العين. ولكن قد يضيع الصندوق هكذا. هل يضيع وتخسره أفضل من أن تقع العيون على خطأ نحوي فيه؟ مرة أخرى أرجوك أن تكتب عليه لأبي صالح. لأبي صالح. لأبي جار ومجرور. جار ومجرور. ما أطرب ما أرى وما أسمع. دعه وجانه يا صديقي, واذهب إلى السوق فاشتري حاجتك ثم عد إلي لأرد لك الدنانير. وهذه اللافتة مكتوبة خطأ أيضا, امسحوها واكتبوا بدلا منها دكان أبي سعيد, دكان مضاف وأبي مضاف إليه. قبل لحظات كان أبو حفظه الله مجرورا بحرف الجر. نعم, فكيف أصبح مضافا إليه؟ علي أن أذهب قبل أن يقتنص من لساني حرفة أخرى. سأودع عصاتي هذه. أعوذ بالله. عصاي؟ قل عصاي لا عصاتي, إنك تلعن كثيرا. وما شأنك أنت؟ هب أنه مثلي رجل مغرم بالياس. سبحان الله, يلحنون ويربحون ونحن لا نلحن ولا نربح.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين. ها قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، عنوان هذا الأسبوع اللغات في القرآن الكريم الجزء الرابع. إذن فيما تبقى من لسان العرب في البيان القرآني نأخذ طائفة من الآيات القرآنية ونبدأ من قوله تعالى في سورة عبس وفاكهة وأبا. هنا السؤال دكتور عن أبا، ما لغتها يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نتحدث عن لغة الأب التي قالوا بأنها الحشيش بلغة أهل المغرب، أذكر قولا لمستشرق اسمه جيفري يقول على ما ذكره السيوطي وغيره من علماء العربية القدماء الذين نسبوا بعض الألفاظ في القرآن الكريم إلى لغة أهل المغرب أو لغة أهل الغرب أو لغة البربر، فيقول من غير المعقول أن يدعي مدع بدخول ألفاظ بربرية إلى اللغة العربية قبل الإسلام، كما أنه جيفري يشكك في معرفة اللغويين المسلمين باللهجات البربرية. وفي النهاية يؤكد أن الكلمات التي استشهد بها السيوطي لا علاقة لها بأي لغة حامية معروفة. هو يتكلم على أن اللغات البربرية أو لغات شمال إفريقيا يقول بأنها لغات بربرية. الأب في سورة عبس، السيوطي ينقل عن شيذلة من مصادره وهو في البرهان كذلك الحشيش بلغة أهل المغرب. طيب. الكلمة إن رجعنا إلى المصادر العربية نجدها عربية قحة كما يقولون. الأب المرعى المتهيئ للرعي والجز، من قولهم أب لكذا أي تهيأ أبا وإبابة وإبابا. والابن فارس يقول اعلم أن للهمزة والباء في المضاعف أصلين، أحدهما المرعى والآخر القصد والتهيؤ إلى آخره. إذن أصله عربي، ولكن أظن حتى يعني سيدنا ابن عباس سأل عنها، لأن لغة العرب لا يحيط بها إلا نبي كما قال الإمام الشافعي. نعم. من ذلك أيضا مشاهدينا الكرام قوله تعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. هذا في الأحزاب طبعا. ما معنى إناه دكتور وما لغتها؟ نعم، إناه كما يذكر السيوطي أي نضجه بلسان أهل المغرب. وقال أبو القاسم في لغات القرآن بلغة البربر. والكلمة عربية. يقول الجوهري أنا الشيء يأني إناء أي حانا، وأنا أيضا أدرك. قال الله تعالى غير ناظرين إناه أي نضجه، ويقال أيضا أنا الحميم أي انتهى حره إلى آخره من أقوال اللغويين. وربما منه الأنا يعني من الحلم يعني معناه فيها إيه؟ فيها 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 وقت فيها. إذن أصله عربي على الأرجح يعني. أصل عربي. كل ما نسب إلى الغرب أو إلى أهل البربر أو غيره غير صحيح. صحيح. نعم. أيضا مشاهدينا الكرام من ذلك في قوله تعالى بسورة الرحمن يطوفون بينها وبين حميم آن. ما معنى آن هنا دكتور وما لغتها؟ يذكر السيوطي عن مصادره بأن آن هو الذي انتهى حره بلغة البربري. نعم. الكلمة كما يقول ابن قتيبة في قوله حميم آن، الحميم الماء المغلي، والآني الذي قد انتهت شدة حره. والأصفهاني يقول آن الشيء قرب إناه، وحميم آن بلغ إناه في شدة الحر. يعني الكلمة عربية. معناها نعم. واضح. وهذا ما شهد به غير المسلمين مثل جيفري هذا يعني غير مسلم وشهد بأن الكلمات عربية. صحيح. نعم. إذن أيضا في سورة الغاشية مشاهدينا الكرام في قوله تعالى تسقى من عين آنية، ما معنى آنية وما لغتها دكتور؟ السيوطي نسب لغة آنية، قال هي حارة بلغة البربر. والكلمة عربية كما يذكر علماء العربية. يقول أبو حيان الأندلسي في تفسيره قد انتهى حرها كقوله وبين حميم آن، قاله ابن عباس والحسن ومجاهد، وقال ابن دريد
حاضرة لهم من قولهم آن الشيء حضر، مشتقة من آن أيضا. نعم. هي نعم. في آخر آية أيضا إذا مشاهدينا الكرام في سورة النساء قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. القنطار دكتور ما لغتها ومعناها؟ الثعالبي يقول في فقه اللغة عن قنطار أنه بالرومية 12,000 أوقية. وقال الخليل زعموا أنه بالسريانية ملء جلد ثور ذهبا أو فضة. وقال بعضهم إنه بلغة البربر 1,000 مثقال من ذهب أو فضة. وقال ابن قتيبة ذكر بعضهم أنه 8,000 مثقال ذهب بلسان أهل إفريقية. في النهاية العلماء قالوا إن لفظة قنطار هي مأخوذة من اللغة اليونانية ودخلت إلى بلاد العرب قبل الإسلام وتكلم بها العرب فصارت عربية بالتكلم، يعني عربت وصارت عربية بالتكلم. نعم. إذن مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية، حياكم الله وبارك بكم وجزاكم خير الجزاء. وجزاكم الله خيرا وأكرمكم الله. نلقاكم مشاهدينا الكرام الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه.